معانا على التليفون اللواء اسامه المصري، عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني بالبحيره. اهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بكل مشاهديك وكل الشعب المصري. اهلا بحضرتك يا فندم، ويمكن هبدا الاول بالجهد العظيم المبذول من التحالف ومن حياه كريمه ووجود عشرات بل كل الشاحنات على مدار الايام القادمه باذن الله لايصال المساعدات المصريه الى غزه. كيف ترى سياده النائب يعني مبدئيا اصرار الرئيس وثقته في قدرة مصر وقدرته بأمر الله سبحانه وتعالى على دخول هذه المساعدات، لأنه هذه الشاحنات تقف على الحدود بقالها تقريبا أكثر من 4 أو 5 أيام جاهزة للدخول؟ كل ما حدث اليوم يؤكد أن الشعب المصري خلف قيادته قيادة واعية، قيادة سياسية ناجحة. الشعب المصري يؤازر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، ويؤكد أن الدعم مستمر لصالح الشعب الفلسطيني حتى تقوم دولته المستقلة على أرض فلسطين. وكلنا بنستنكر ما حدث من الكيان الصهيوني تجاه شعبنا وتجاه الأطفال وما يقوم به ضد المبادئ الإنسانية. عظيم جدا. كيف ترى هذا الخروج الشعبي الكثيف ويمكن كان بدعوة واضحة من الرئيس؟ ده يؤكد أن الشعب المصري يقدر قدرات السيد الرئيس، وأن هو يعظم ما يقوم به السيد الرئيس تجاه المصرية وحفاظه على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، ويؤكد الشعبية الجارفة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا ما أكده خروج المواطنين في كل الطرقات وكل الشوارع على مستوى محافظات الجمهورية. سيادة اللواء، يمكن النهاردة كان في جلسة طارئة لمجلس الشيوخ المصري، وغدا هناك جلسة طارئة أيضا لمجلس النواب المصري في تمام الواحدة. كيف تتوقع هذه الجلسة الطارئة؟ إن شاء الله مجلس النواب احنا كلنا هنحضر بكرة، وكلنا هنبدي مؤازرتنا خلف سيادة الرئيس، وإننا كنا داعمين لقراراته، وكلنا هنفوضه في أي قرار ياخده من الدولة المصرية لصالح الأمن القومي المصري ولصالح إخوتنا الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية التي نأمل أن تقوم على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله. يعني أخيرا وليس آخرا كده، أنه يعني الوضع الحالي للشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات لأهالينا في غزة، يمكن عايزين نعرف يعني آخر المستجدات. طبعا بعد حديث السيد الرئيس في لقائه مع المستشار الألماني، ويؤكد الثقل السياسي لفخامة الرئيس والحكومة المصرية وما أثر عنه من اتصال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المساعدات هتدخل، ودي الإرادة المصرية اتفرضت على العالم كله، ويؤكد الثقل لمصر قيادة وحكومة وشعبا. والنسبة برضو للمعونات، أنا بنقدم التحية لكل من ساهم في كل الكيانات التي ساهمت في دعم الشاحنات من التحالف الوطني، وكل التحية لهم وتحت مظلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكرك جدا سيادة اللواء أسامة المصري، عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني بالبحيرة.